الو كنا قلنا في الفيديو السابق ياك كومون او هضرنا على كيفاش كان عبروا اون باتري. هاد لا باتري ما ناقصاش بزاف شويه. شت لي هنا سي بون اوكي فيها 12.01 ولا 12 نيشان 12 فولت اوكي. كيف ما قلنا الى قلبتهم خاصها تعطيني ناقص ناقص 11.12 قول 12 ياك لحقاش قلب هاد. الوغ هاد لا باتري بغيت انا نديرها في الشارج اون جينيرال بالنسبة ليا في السيارة هاد لا باتري راه مزيان راه مشارجي سي بون بوغ لو شارجور دابا اوكي. لي شارجور فيهم تا هما النواع كاين شارجور اللي كيخرج ليك ال 24 وكيخرج ليك ال 12 هذا هادو شارجور هذا ياك راه كيخرج ال 24 وكيخرج ال 12 حنايا فيكسينو اصلا في ال 12 يعني هذا راه ما خدامش. كيفاش اذا كان باقي في هذاك لو سيركوي ديال ال 24 فاش كندوز هذيك راه غيخرج لي 12 فولت فاش كندير هكا غادي يخرج لي 24 يعني شارجي بيه الباتري ديالاش ديال الكاميو 24 فولت سي بون اولا نشارجي بيه دو باتري بحال هادي ديال 12 فولت وراكبين اون سيري على التوالي سي بون. حنا هذا راه ما خدامش هذا لحقاش دايز غير السيركوي ديال 12 فولت سي بون. هذا البوطون باش كيديماري الشارجور اوكي راه راكب البريز ديالو راكب ضو دايز فاش كيكون ضو دايز حذاري ثم حذاري انه تخدمو وهادو بحال ما هكذا هادو لي بانس لانه غايدير كور سيركوي ما خاصهمش يكونوا كيتقاسوا خاصهمش يتلاقاو سي بون. هذا الاحمر اللون ديال الاحمر هو البلوس وهذا الكحل هو المهم فلا باتري ها هي بلوس مكتوبه قداش هنايا ها هي الاحمر ها هي بلوس ها هو الزرق هنا ها هي موان يعني اول حاجه كنديرها هي لا باتري ديالي خاصها تكون هي بعدا الماء ديالها والمسائل ديالها مريقلي يعني قابله للشارج مستعده للشارج كنركب لي بانس ديالي بلوس بلوس موان موان كنهضروا بهاد مصطلحات بلوس بلوس موان موان بلوس ديال الشارجور مع البيس باتري ولا موان ديال الشارجور مع الموان ديال لا باتري. الشارجور ديالنا مريكل على 12 فولت هذا الا كان فيه هذاك الريكلاج سي بون. هذا هو لو ديماراج ديالو. اش بقينا بقينا هاد البوطون اللي هنا وهاد ليكوي اللي كاينه عندي هنا. هاد ليكوي لاش صالحه فاش كنديماري كتعطيك واحد القيمه معينه كتعطيك هاد الباتري شحال ناقصه وكلما الباتري غاديه في الشارج غاديه ليكوي غاديه كطيح للزيرو. فاش كتوصل ليكوي للزيرو شنو هو علامه ماذا علامه انه الباتري شارجات وراك الزيرو باقي ما خدامش باقي ما خدامش سي بون. هاد البوطو هنا عندي اوتوماتيك شارج هنا عندي ستار. هاد البوطو الا بغيت نشارجي لا باتري كنديرو في هاد لا بوزيسيون ولا بغيت نديماري الطوموبيل ما عنديش الوقت فاش نبقى نشارجي الباتري بغيت زربان بغيت نديماري الطوموبيل والباتري غادي تبقى شارجا بالالتيرناتور ديال الموتور وهو خدام كندير هكا ستار عاد كنديماري لو شارجور ديالي ستار هي هي لو ديماراج ستارت بلونجلي هي لو ديماراج يعني وهذا خاص ترد ليه البال فاش حقاش هذا فاش كندير هاد لا بوزيسيون وكنديماري لو شارجور كيطلق واحد لومبيراج اللي هو عالي باش الديمارور يدور ما خاصش نتعطل ما خاصش نخليه هذا بزاف
غير ديماري الطوموبيل صافي بالخف طق وقطع، لانه تصدق خارج، لانه هو هذا البوطون ديال ستارت لو ديماراج بعض الثواني الا فتيهم راه غادي يصدق هذا خاتل، حقاش غيتخنوا ليه لي سيركوي اللي كاينين فيه. دابا حنا دابا شنو باغيين؟ بغينا نشارجيو غير لا باتري. اذا هكذا شنو هو هذا الشيء دابا اللي كندير فيه انا عمليه لو ريغلاج ديال الشارجور ديالي؟ اخر حاجه غنقيسها فيه هي البوطون اللي غيخدم به، كنشوف واش كلشي هو هذاك لي بانس ديالي واش راكبين. شنو اللي بقى ليا عاوتاني في الريغلاج هنايا؟ هو هذا لو مينيتور. لو مينيتور شنو هي مينيت؟ الوقت. هاي الى انت درتي واحد العمليه حسابيه وعرفتي هاد الباتري غادي تشارج لك في 30 دقيقه، كتريقلها هنايا على هذيك 30 دقيقه، هذا راه خاسر دابا حاليا ماشي مشكل، كيبقى تك 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 فاش كيوصل هو اوتوماتيك مو كيسد الوقت كيقطع الراس. وحاليا حنايا مع حنا ميمكنلكش تتبقى هاد الشارجور كل ساعه غادي كطل واش لي كوي طاحت في الزيرو ولا لا ولا، وكيصدق هو في واحد الموسيقى مثلا طن زعما راه صافي راه سالا هذاك الوقت ولا هذا، لانه فاش كنكونوا في دونزال لاتولي دو ريباراسيون اوتو ما كيكونوش مسالين نبقاو حاضرين حنايا الشارجور امتى غادي يشارجي، كنريقلو اولا كتشوف دابا لي شارجور فيهم لي كاليتي وفيهم النواع، كاين الشارجور الى ليكوي وصلت للزيرو هو يعلمك طي 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 اولا كيقطع كاع ويهنيك انت، احسن احسن حاجه هو يقطع وكيعلمك انه جي خذ الباتري ديالك صافي راها تشارج سي بون. حنا دابا ستارت هذا اوتوماتيك خلاص قلنا غادي نديماريو هنا مثلا هاد البانس هذا الا رديتو البال ها هذا ما ما ثابتش هذا صحيح لا كاين واحد لو جو شويه ديال الجو غادي يكون بينه وبين البورن موان ديال لاباتري حطو فاش فاش غيبغي يدوز من 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 البانس البورن غادي ينقز وغيدير لي هذيك الشراره اللي كدار في البوجي شراره كنشوفوها نعم يعني نورمالمون هذا راه غير صوبناه روسنا نورمالمون خاصنا نشوفو كيفاش معاه باش يولي يكون مزير مزيان باش ما يبقاش هذاك راه هو راه فيه لوجو شتي راه لوجو راه كاين المهم هي لحقاش راه زكيتو اما الا جيتي وحطيتي لحقاش راه ديما كيدبتك غير انت عاوتاني ما خاصكش الواحد يتخلع ولا هذا خاصك تكون مثبت كل شي حاجه ديال الضو فيها المشكل طيقطع الضو واش تهنى انت دابا راه خدام شوف معايا هنايا في الشارجور لي كوي كاينه تقريبا في 30 اش 30 امبير امبير وفاش كتخدم ديك ستارت لي كوي كتولي في ستارت هنايا كيطلق الضو نيت مزيان ديك الساعه سي بون دابا عطينا السيت ليش حقاش 30 امبير لانه فيها هي 12 فولت راه ما خاصهاش بزاف فهمتي دابا كيفاش؟ ما خاصهاش بزاف شويه واحد شويه دابا واحد شويه الوقت غادي تبدا ليكوي غادي وكطيح هذا هو الشارج ديال لاباتري ما ماشي شحال اللي هي معقده بزاف ولا صعيبه بزاف.